صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صباح بكرة أحلى، السبت من كل أسبوع. زي ما عودناكم في كل حلقة إن احنا نتكلم عن الإشاعات. الإشاعات النهاردة كتير قوي، لأن كل ما بيبقى فيه إنجاز بيبقى فيه إشاعات. بيقول لك الإشاعة الأولانية امسك إشاعة، بيقولوا ان معرض الكتاب هيبقى فيه زيادة للكتاب 40%. طبعا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان معرض الكتاب بيتعمل عشان يبقى فيه هامش ربح بسيط جدا، ويبتدوا يخلوا الناس تقرأ بان الاسعار تبقى قليلة غير كل مرة. هو بيبقى عيد للقراء في كل عام، ولذلك دي امسك اشاعة. عندنا إشاعة تانية بتقول أزمة وقود في العريش. الحمد لله إن إحنا ما عندناش أي أزمة في الوقود في العريش، ولكن هم بيحاولوا يدوروا على أي شيء يبلبلوا بيه بالإشاعات. عندنا بيقول لك إشاعة امسك إشاعة، دمج كتاب الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد. طبعاً الكلام ده مش مظبوط، لان عندنا احترام للاديان وما ينفعش ندمج الكتابين في كتاب واحد، وطبعا دي امسك اشاعة. بيقول لك اجبار اهالي الاسكندريه على توقيع اقرارات لابقائهم في المساكن اللي هي قايله للسقوط. الكلام ده مش مظبوط، لان الدوله حريصه جدا على امن وسلامه المواطن. فيعني بيحاولوا بقدر الامكان يعملوا بلبله باي شكل. وعايزين نقول ان المحافظه المسؤوله عن امن وسلامه المواطن هي بتوفر مساكن بديله لاي يعني مبنى قايل للسقوط. تمام. عندنا تاني امسك اشاعه، توزيع اراضي بالمجان في محافظه الوادي الجديد. والكلام ده برضو مش مظبوط. هم الدوله بتوفر تسهيلات من 5 لـ7 سنين الدفع عشان يحاولوا يقللوا من الضغط على المدينة والضغط في بعض المحافظات أخرى، فبيحاولوا يعملوا عملية جذب من خلال تسهيلات من 5 لـ7 سنين. عندنا برضو امسك إشاعة، تهجير أهالي قوس عشان الدائري اللي بيتعمل عندهم. برضو كلام مش مظبوط. هو الدائري مشروع قومي طبعا، في يعني خط سيره ومروره بيبقى فيه مثلا مساكن مثلا معينة، ما بيتمش إزالة المسكن إلا بعد تعويض المواطن، يا إلا على حسب رغبته يا بمسكن يا إلا بتعويض مادي، أيا كان هو حابب إيه بيبقى فيه رضا، وبعد كده هو يتم عمل الإزالة بموافقته برضاه. برضو احنا الدولة بتطور، الدولة مش ساكتة، الدولة بتبني، فبالتالي هم بيحاولوا يعملوا اي حاجة، بس عايز اقول لهم يعني مش هتقدروا. عندنا تاني امسك اشاعة، تخصيص حصص اضافية لشركات السياحة تأشيرات العمرة. برضو الكلام ده مش مظبوط، لان هي في بوابة للكلام دوت، بوابة العمرة، بوابة واحدة، المنصة الوحيدة لطلب العمرة، وأي شركة سياحية بتخالف ده بيتم يعني رضعها بالقانون، ومفيش إلا بوابة واحدة عشان يعني ما يبقاش في مشكلة، تبقوا فاهمين يعني الدنيا فيها إيه. ده بخصوص بيع تأشيرات العمرة. عندنا بيقول لك حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية. 1500 قرية، ده عايز أقول لكم يعني أن الرعاية الصحية في هذا الوقت القيادة السياسية بتحرص على الرعاية الصحية لكل مواطن مصري. ما فيش مستشفى ما تستقبلش مواطن مصري عنده أي مشكلة. عندنا رعاية صحية رقم واحد من أولويات الدولة، فالكلام برضو دوت مش مظبوط. بيقول لك امسك إشاعة، بيقول لك ان اولى ثانوي وثانيه ثانوي هتبقى بالنظام التراكمي. الكلام ده مش مظبوط برضو، لان اولى وثانيه هي سنين يعني سنوات نقل عاديه في 2020،
هي سنوات نقل عاديه. حاولوا بقدر الامكان يعني ايه ما تسمعوش اشاعات وتفتكروا انها هي الشيء الصحيح. تملي ناخد الخبر من مصدره الصحيح، بلاش ندخل على المواقع الاخباريه المدسوسه علينا. عندنا قناه الخنزيره وبعض القنوات الهادفه لمحاوله اسقاط الدول العربيه بما فيهم مصر نشطه، وبيتصرف عليهم مليارات المليارات عشان تسقط هذه الدولة، وبإذن الله لن تسقط أبدا. يمكن كمان عندنا يعني بيقول لك استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية احتياجاتها. دي مش يمسك إشاعة، ده يخرب بيوتكم. يعني أنا عايز أعرف يعني أما مصر يعني عندها اكتفاء ذاتي من ده وكمان بتصدر، يعني المشكلة كمان إنها كمان بتصدر. خلي بالكم مصر مستهدفة، وطول ما انتم وراء قيادتكم السياسيه عمرنا ما هننهزم ابدا. يمكن امبارح يوم الجمعه امبارح كان في احتفاليه كبيره جدا، كان في احتفاليه في الاستاد القبائل العربيه وجميع العائلات المصريه، كان الاستاد على اخره. كنا حاضرين وكانت النائبه شاديه ثابت عضو مجلس النواب كانت داعيانا برضو، ودعي اهالي امبابه يعني الوحيدة في أربع نواب في إمبابة، الوحيدة اللي هي كانت متحمسة لهذا الموضوع لأنها كانت عايزة تقول ضمن العائلات المصرية وضمن القبائل العربية، عايزة تقول إن مصر وراء قيادتها السياسية وراء رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء مؤسسات الدولة. فمصر قالت كلمة واحدة امبارح، كلنا ايد واحدة، كلنا عائلة واحدة، كلنا خلف قيادتنا السياسية. وكان برضو بيواكب دوت النهاردة، كل سنة وانتم طيبين، النهاردة عيد الشرطة. عايز اقول ان النهاردة عيد لكل المصريين، لان الشرطة رجالها هم المواطنين المصريين. وكانت بداية هذه القصة كانت سنة 1952 لما الاحتلال البريطاني كان في مدينة الإسماعيلية، وهم كانوا متمركزين في هذا المكان. وحصل أنه بريطانيا الاحتلال البريطاني طالب بالشرطة وقتها أنها تستسلم، وكان في قرار وقتها من وزير الداخلية قال لهم لا تستسلموا وتصدوا. وكان رد الشرطة المصرية، عندنا مداخلة هنكمل معاكم، معانا مداخلة النائبة النشطة الدؤوبة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب. ألو الخط قطع، هنرجع تاني. نرجع للقصة اللي هي سبب الاحتفال بعيد الشرطة. هي احتفال بيؤكد يعني قصة بتؤكد رجولة وبطولة أبنائنا المصريين رجالة الشرطة اللي بنقدم لهم ألف تحية في عيدهم. بنقدم للسيد وزير الداخلية التحية، بنقدم للضباط وجنود قوات الشرطة ألف تحية. القصة لما حاولوا إن هم الاحتلال البريطاني إن هو يقول للشرطة في الإسماعيلية استسلموا وسلموا أسلحتكم، تم رفض هذا الطلب وحاربوهم. رغم إن بريطانيا كانت بتمتاز وقتها، الاحتلال البريطاني كان بيمتاز بأسلحة قوية، ضربوا عليهم بالقنابل، ضربوا عليهم بأسلحة ثقيلة، وهم كانوا معاهم الأسلحة الخفيفة اللي هم بيشيلوهم قوات الشرطة. ولكن قومه مات، حوالي استشهد حوالي 50 بطل مصري من قوات الشرطة. وفي الحالة دي وبعد ما نفذت كمان الذخيرة بتاعتهم اضطروا ان هم يستسلموا، ولكن
أكزهام اللي هو قائد القوات البريطانية وقتها، عمل حاجة يعني فخر لكل مصري، طلب من قواته فصيلة بأكملها أثناء خروج باقي الأبطال إنهم يدلهم تعظيم سلام على بطولاتهم. ما قدرش يمسك نفسه، ما قدرش يمسك نفسه، قد إيه شاف بطولة، قد إيه شاف مقاومة بلا استسلام، قدم لهم التحية. وإحنا هنا هوت من صباح بكرة أحلى بنقدم لكم ألف تحية، تحية للشهداء من قوات الشرطة وقوات الجيش، تحية للأبطال، وتحية كمان لأبنائهم، تحية لأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم، لأنكم يعني طلعتونا بطل. عايزين نقول ان القبائل العربية امبارح في الاستاد قدموا ملحمة لتأييد الشرطة والجيش والقيادات السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ألو، في مداخلة تليفونية. ألو، الرقم المطلوب. طيب نرجع تاني. عايزين نقول ان الشرطة بتقدم والجيش بيقدم روحه. عايزين بس برضو نفهم الناس، الشرطة والجيش دول ايه؟ يعني هو اسم؟ لا، دول مواطنين مصريين، اخواتنا وابنائنا، وفي الكبير طبعا ابائنا، فمننا نسيج العمل المصري، هم ابناء العمل، ابناء المصريين، هم دول ابناء المصريين. امبارح بقى في الاستاد كانت يعني كنت حاضر في الاستاد، ملحمه يعني اولا الاغاني الوطنيه اللي اشعلت حماس العائلات في استاد القاهره، رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي تاكيدا لتأييد يعني سياسته، تأييد الجيش والشرطة، كلهم كانوا بيقولوا تحيا مصر، كلهم كانوا ملمومين في دفا وفي حضن مصر. مصر يا جماعة مش هتتعوض، دفا مصر ما يتعوضش. تعالوا نشوف الدول العربية اللي قامت فيها المظاهرات واللي حصل فيها يعني تفكك كبير من خلال يعني تفكك جيشه هو ده كان الناتج الربيع العربي. تفكك الجيش أدى في النهاية إن مثلا طفلة كان عندها مثلا لو عندها 10 سنين دلوقتي بعد 9 سنين ولا حاجة بقى عندها 19 سنة، كانت في يعني في دولة تانية على حدود في خيمة، ما عاشتش لا دراستها ولا عاشت حياتها. تخيلوا ممكن يبقى ايه؟ يمكن يعني لو ما قامتش المظاهرات ديت وقامت الثورات ديت بتهيألي كان افضل بكتير جدا من اللي حصل للدول ديت. العراق الميه بتاعتها اللي كانت ليها كميه من الميه دلوقتي بيدوروا على الميه. سوريا، لبنان، ليبيا. عايزين نقول ان الثوره اللي توقع، الثورة اللي تهز الدول، ما تبقاش ثورة، تبقى نكبة. رغم ان مثلا ان احنا كنا محتاجين ثورة، بس ثورة مش بالتخريب، لا، ثورة للعمل، ثورة للبناء. وعشان كده هوت لازم كل مواطن يعرف ان 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 لازم تبني. احنا تعبنا كتير قوي في البناء، يعني البناء احنا تعبنا فيه، ويمكن لاحظنا مثلا الدولار لما كان 18 ونص و19 و20 ابتدى دلوقتي ينزل، الجنيه يقدر قدر يقف قصاده. في كتير يقول لك طب احنا كنا بنعمل الكباري والحاجات دي، لا، احنا كنا بنربط الشبكه عنكبوتيه للطرق عشان نجيب مستثمرين. بنبني، عملنا اسكان، الحكومه عملت مساكن لدرجة ان في شقق الناس خدتها كمان مفروشة.
هو ده بناء الدولة، يتعمل مصانع هو ده بناء الدولة. فعايز أقول لكم مصر محتاجة كل واحد فيكم يقف في ظهرها، وإحنا من البرنامج من صباح بكرة أحلى بنقول إحنا مع قيادتنا السياسية، مع شرطة مصر وجيش مصر، وتحيا مصر. بعد الفقرة ديت في معانا فقرة مع مدير فرع جريدة بكرة أحلى بمحافظة قنا، هنتكلم عن عيد الشرطة، هنتكلم عن هو كان عاملين في محافظة قنا عندنا في جريدة بكرة أحلى تحقيق استقصائي طلع من خلاله بعض أسماء الناس اللي هي يعني هم كلهم ناشطين الحمد لله، ولكن دول بعض الأسماء اللي لقي أكثر ترحيبا للمواطن وأكثر نشاط ليهم، عايزين نقول لهم شكرا. الفقرة الثانية دي هنتكلم برضو مع الأستاذ وحيد الجبالي عن يعني إيه المشاكل اللي اتحلت في محافظة قنا، نبض أهلينا في محافظة قنا. انتظرونا بعد الفاصل. صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. رجعنا لكم تاني وكان معانا مكالمة مداخلة تليفونية النائبة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب. ألو، صباح الخير. صباح الخير يا دكتورة، إزاي حضرتك يا سيادة النائبة؟ صباح الخير عليك وعلى أسرة البرنامج والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك، كنت منورة امبارح وسط عائلة القبائل في تأييد القيادة السياسية والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله امبارح كان يوم رائع جدا، ويوم يعني إذا كان نم على عراقة هذا الشعب العظيم، شعب مصر العظيم اللي اتجمع من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه. وقت الشدائد بنبقى لحمة وبنبقى كتلة واحدة، وعشان كده مفيش أي معتدي بيقدر على هذا الشعب، لأنه في وقت الشدائد ليه طابع خاص، بيبقى فيه جمع شديد وبيبقى كتلة واحدة، فده بيديه قوة، ولما هذه القوة بتديله مناعة قوية جدا، زي الجسم لما بياخد مناعة ما بيقدرش عليه أي ميكروبات ولا يصاب بأي أمراض. أيوة. الصوت يا جماعة لو سمحتم في كنترول، نسمع الدكتورة عشان المايك بس. أيوة اتفضلي يا فندم. أيوة، فامبارح يعني الحقيقة كان يوم جميل جدا بالنسبة لالتقاء كل قبائل العربية وكل قبائل الشعب المصري في تأييد وخلف القيادة السياسية، وتأييد في حب مصر ضد أي مخاطر ممكن يتأثر بيها هذا الشعب المصري. وإن شاء الله زي ما بنقول دايما مصر ربنا ما جعلش عليها حافظ، لأنه هو اللي حافظها، محروسة بإذن الله وبعراقة هذا الشعب العظيم وبقيادته السياسية الحكيمة الجسورة، اللي فعلا بنقول رسالة للعالم كله، دول هم المصريين، دول هم المصريين. عمر ما حد هيقدر على المصريين، واي معتدى هيقبر داخل الاراضي المصريه. وبنقول لشعب مصر العظيم فعلا انتوا اثبتوا ان انتوا يعني مصر دي قد الدنيا وهي ام الدنيا كلها. امبارح كان يوم حقيقي وكل الكلمات، وبشكر يعني شكر موصول لجيشنا العظيم، ونقول له شرطتنا الباسله كل سنه وانتم طيبين ودايما في ظهر مصرنا العظيمه، ودايما يعني محفوظه بالشرطه والجيش، وبرضك المخابرات المصريه اقوى جهاز مخابرات في العالم. دايما الناس ما بتاخدش بالها ان هذا الجهاز يعني ليه يد كبيره جدا في ارساء الامن والامان في البلاد. وبقول للرئيس، يا رئيس انت شفت امبارح كل الشعب المصري معاك فدائيين، وللعالم كله بقول لهم فعلا هم دول المصريين. دي رساله للعالم كله،
مصر محروسة بإذن الله بشعبها العظيم وقيادتها السياسية العظيمة وشرطتها وجيشها وجهاز المخابرات العظيم. وتحيا مصر. وبنشكر النائبة الناشطة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا لحضرتك يا فندم. أعزائي المشاهدين، والآن مع المراسل الصحفي ومدير فرع جريدة بكرة أحلى بمحافظة إنا الأستاذ وحيد الجبالي. أهلا وسهلا أستاذ وحيد. أهلا بك يا دكتور وجدي، كل سنة وحضرتك طيب والشرطة المصرية بألف خير يعني إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك. عندنا أنت كنت عامل تحقيق استقصائي عن ضباط الشرطة اللي في محافظة إنا، اللي يعني كانت نشاطها عالي جدا وفي نفس الوقت في رضا من المواطن الإناوي فيها، ممكن توضح لنا؟ والله حضرتك يا دكتور احنا يعني بصراحة بنشكر الشرطة المصرية على مستوى الجمهورية صراحة يعني، وبس التحقيق ده كان استقصائي بالنسبة لمحافظة جنة اني انا وشغال طبعا مراسل فيه. انت مدير فرع الجريدة هناك؟ مدير فرع الجريدة. تمام. فطبعا كان الاختيار وقع على سيادة اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قني اللي تولى القيادة بعد اللواء القيادة السابقة. القيادة السابقة. واللواء محمد ضبش مدير البحث الجنائي، والعميد حمدي عبد العزيز مأمور مركز أبو تشت، والعقيد قرشي عبد المنعم رئيس الفرع الجنائي بأبو تشت، والمقدم إسلام البدوي رئيس المباحث بمركز أبو تشت. الاختيار ديتي يعني أصفر اخترناه على أساس إن دول أنه أكبر خصومة صائرية عندنا في المحافظة. أيوة. كانت أسفر عن سقوط 17 قتيل في قرية تسمى كوم هتيم. تمام يا فندم. وهم بصراحة أنه الخصومة السائرية وبارك الله فيهم يعني بين عائلة الطوال والغنائم. فإحنا بنشكرهم هم وأفراد الأمن عندنا أمناء شرطة عساكر أقل فرد يعني في الشرطة عندنا في مركز أبو تشت، وكلهم موصلنا وطيبين في عيد الشرطة النهاردة. طبعا كل سنه وهم طيبين، وبنشكرك على التحقيق الاقصائي. وبعدين كمان هو واضح ان في ناس ثانيه، بس عشان وقت البرنامج طبعا انت هتسلمهم يعني. تم اعتماد شهادات التقدير من الجريده واشرنا عليهم وختمناهم عشان تسلمهم باذن الله لما توصل ده بكره. ده اقل واجب طبعا للسلامة محافظه يعني عندنا في المحافظه. قول لي بس بقى اهلنا في محافظه انا اخبارها ايه؟ والله بتسلم على الدكتور وجدي بصراحه عشان المنبر الاعلامي بتاعه اللي بنوصل منه يعني الاهات بتاعت اهل الصعيد، والحمد لله بعد الحلقه اللي فاتت يعني كان الحمد لله في تاثير كده في المحافظه عندنا يعني. كان اول خبر مفرع عندنا مجيء يعني سياده اللواء طيار اشرف غريب الدودي. محافظ جديد يعني عندنا المحافظه، وهو كان بيتولى رئيس اركان القوات الجويه. وكان تولى فبراير 2019 منصب رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه. أدى اليمين عندنا للمحافظة في 27/11/2019. في مداخلة تليفونية معانا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، صباح الأمل والسعادة، صباح بكرة أحلى. صباح النور. صباح مين معانا؟ أستاذ وجدي. أهلا بسعادتك يا فندم. معاك محمد تمام حمادي من أبو تشت محافظة جنة. أهلا بجرايبنا، أهلا يا ابن عمنا، اتفضل. طب اهلا الله يخليك يا استاذ وجدي، منور انت واستاذ وحيد وجريده بكره احلى. ربنا يسعدك وبكره احلى باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين بعيد الشرطه. وحضرتك طيب، يا ريت وطي التلفزيون عشان تسمعنا من التليفون عشان ما يبقاش في صدى صوت. ماشي. نبي سيادتك انا ولي في قضية عايز أشيرها لسيادتك، قضية التابلت في الثانوية العامة. أيوة. أنا ولي أمر لطالبين توأم في ثانية ثانوي. أيوة. والتابلت اتطبق عليهم من العام السابق من أولى ثانوي. اللي هو التابلت، تمام. إيه المشكلة كده على طول؟ المشكلة سيادتك إنه الطالب بدأ من أولى ابتدائي لغاية أولى ثانوي على أسلوب الحفظ والتلقين والمنهج والأسئلة داخل المنهج. أي. فجأة في أولى ثانوي بدأت تطبق لي التابلت والطالب مش مهيأ ولا المعلم مش مهيأ لهذه الأسئلة، واعتبر أسئلة كلها أسئلة تعجيزية. الطالب بخش بالكتاب ما فيهوش أي حاجة من الأسئلة اللي بتيجي. طيب أستاذ محمد باين. أستاذ محمد. نعم يا ده سيادة الوزير اتكلم فيه وهو بيحاولوا ان هم ينشطوا
الموضوع دوت عشان يبتدي يطور في التعليم، فاكيد هيبقى فيه مشاكل، وعشان كده كلها مراحل تجريبية. وزي ما قلنا في اول الحلقة ان دي سنين نقل عادية. بنشكر حضرتك، بس ايه المشكلة اكتر انت تقدر يا استاذ وحيد تقول لنا ايه المشكلة في الموضوع؟ والله هي المشكلة عندنا بصراحة يعني الطالب لسه ما مستقرش على موضوع التابلت، حاجة جديدة عليه. لا ده موضوع منتهي، بس هل يا ترى بالنسبة للشبكة كانت بتحصل مشكلة مشاكل؟ ايوه اول ما بتوقع الشبكة بيستعينوا بالورق، فده بيتأثر على تفكير الطالب والاعتماد بتاعه، فده بيتأثر. فاحنا يعني بنطالب وزير التربية والتعليم للنظر لهؤلاء الطلاب يعني. طيب يعني احنا بنقول ان مثلا عشان الشبكة والقرى والحاجات دي ياريت يبقى في بنية بالنسبة للشبكة النت، ويبقى في بدائل بالنسبة لمحافظة إنا والمحافظات الإبلي. طب بالنسبة للصحة يا أستاذ وحيد إيه أخبارها في محافظة إنا؟ والله بالنسبة للصحة في الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا على أنه في 3 مستشفيات أدرجوا في الإحلال والتجديد. أي. تمام؟ مستشفى أبو تشت ومستشفى نجح حمادي ومستشفى دشني. فالموازنة اللي بتيجي للمحافظة عندنا من وزارة الصحة تتقسم على 3 مستشفيات، فدي مأسرة ما فيش واحدة حتى الآن خلصت. في أول زيارة لسيادة المحافظ عندنا المستشفى في أبو تشت يعني خد وعد من وكيل وزارة الصحة بأنه إن شاء الله تشغيل التجريبي هيكون في أغسطس القادم بإذن الله، شهر 8 تشغيل تجريبي بإذن الله. طيب إحنا من خلال برنامج صباح بكرة أحلى بنوجه رسالة للوزيرة الناشطة وزيرة الصحة، ياريت الفلوس اللي اندفعت في المستشفيات دي ما تترميش في الأرض، يجب تفعيلها لخدمة المواطن في وجه إبلي. ده بالنسبة للصحة أستاذ وحيد. تمام. وكان بصراحة المركز أبو تشت نصيب الأسد في زيارات المحافظ عنديني. كان أول زيارة طبعا اللي حضر فيها هو راح مستشفى أبو تشت العام اللي تحت الإنشاء، وراح مستشفى عندينا بتاعت رعاية الأم والطفل. أي. دي مستشفى مجهزة على أعلى مستوى كانت عندينا. والقيادة السابقة كان مش عاوزة لتاخذ القرار الافتتاح، مش كناش عارفين إيه سبب التوقف. لما راح هناك وشفنا لقينا ما فيش غير شبكة الغازات اللي موصلة طبعا للحضانات الأطفال والكلام دي اللي كانت ناقصة. فأمر وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم وتشغيلها في أقل سرعة. طبعا دي هتخدم مستوى كبير عندينا. الناس اللي ظروفها ما تستحملش يودي مراته تولد، طبعا انت عارف مصر ما شاء الله اخذت الرقم الاول على عمليات القيصري على مستوى العالم، ده تقرير من وزاره الصحه. تمام. فدي هتيسر على المواطن البسيط. والحضانات يعني سعر الحضانه في الحضانات الخارجيه الخاصه مرتفع. صحيح. فدي كانت بشره خير، دي كانت من اول زياره. وكانت زياره برضه محطه نجم والحمران مرشح المية اللي تكلمنا عليه المره اللي فاتت. وامر سيادته برضه بتشغيل المرحله الثانيه من المحطة. أي. بدل ما 600 لتر في السنة هتبقى 1200 بإذن الله. ما شاء الله. وبرضو بنطالبه بتغيير خطوط المية اللي بتتكسر تاني. أي. مع العلم في زيارة المحافظ القريبة عنديني راح يتوضى لقى المية قاطعة. طيب يعني أكيد هو يعني شاف الموضوع ده وتأثر بيه لأنه أثر وهو بما يرضي الله رجل ميداني. أول ما جاء عندنا بتاع مكتب يعني. لا احنا عندنا في ظل القيادات السابقة كان في لقاء عندنا في المحافظة بيكون مخصص ليوم يوم مفتوح، هو غير البروتوكول ده خالص. عمل يوم مفتوح لكل مركز، بيحضر من الساعة 10 الصبح تقريبا العشرة 11 بالليل. وبيسمع يعني جميع الشكاوى بإنصات. وبيكون جاي معاه وكلاء وزارة يعني وكلاء الوزارة في المحافظة. وبيعرض مشكلة المواطن على كل وزارة فوق. نفس في نفس التوقيت. قال أنا يعني جاي للمواطن ما جايش للمكتب. والحمد لله برضو اللي بيساعد في الموضوع ده كانت حاجة جديدة برضو عليني اختيار الدكتور حازم عمر نائب للمحافظ دام القيادة الشبابية. ده برضو بيساعد معانا برضو احنا كشباب يعني. طيب ما احنا برضو يعني بنوجه أولا رسالة شكر لسيادة المحافظ ونائبه وكل قيادات محافظة إنا، وبنوجه برضو رسالة المحافظ إنا بنقول له يعني من كتر ما الأستاذ وحيد يعني بيشكر في مجهودات حضرتك، احنا قررنا في برنامج صباح بكرة أحلى إن يكون مراسل البرنامج في المحافظة، نرجو تسهيل مهمته لأن احنا عايزين نغطي إنجازات الناس اللي شغالة، الناس اللي بتحب بلدها وبتنزل تشتغل بنفسها وسايبة المكاتب. فنرجو تسهيل مهمة الأستاذ وحيد يعني مراسل صباح بكرة أحلى.
برضو كان حضر عندنا زي ما قلت لحضرتك الصلح بتاع كوم هتيم، كان أول صلح على وشه بصراحة، كان منذ فترة هذا الصلح لم يتم فيه أي شيء، فهو بصراحة كان وجهة خير علينا والحمد لله تم إنهائه. وبرضو فجر مفاجأة عندنا الحمد لله بالنسبة للصحة، كان أصدر سيادة المحافظ السابق عادل لبيب سعر العلاج كان يدفع الثلث في المستشفيات، والتذكرة كانت ب 3 جنيه. طبعا سيادة المحافظ أشرف غريب الدودي ألغى القرار ديتي وخلاه جنيه واحد شامل العلاج مجاني. كما أصدر قرار برضو إن شاء الله يعني بترخيص 59، معلش أنا آسف كاتب الرقم عندي بالضبط أنا هنا أيوه فبراير القادم إن شاء الله تلقي طلبات 156 سيارة أجرة طلبات، وحتى 29 فبراير للشباب طبعا دي خلق فرص عمل جديدة ألا يقل عن 21 عام ولا يعمل بجهة حكومية ويكون لهم لون موحد يعني يدي شكل جمالي عندنا للمحافظة. وبرضو قرر أنه الكراسات دي تكون مجانية وسوف تكون قرعة إن شاء الله علنية بأمر الله، ويقع عليهم 159 واحد وتتوزع عليهم إن شاء الله. طب ده كلام جميل، وشايف ان المحافظ الجديد متلاحم مع المواطنين. يا ترى نبض محافظة الصعيد ومحافظة انا اهالينا هناك، انت عارف اللي انا اهلاوي طبعا اكيد، واحنا بلديات فعايزين نعرف مشاكلهم ايه اكتر، اللي هي المشاكل اللي هي فيها يعني عدم حلول سريعة. هو في موضوع دلوقتي هو على الارض الواقع شغال معنا موضوع التصالح في المباني بعد ما أقر من مجلس الشعب طبعا خضع دلوقتي للمجالس المحلية عندني تمام. فهو كان في حاجة الاستشاري كان بياخد مبلغ مرتفع، المهندس الاستشاري كان طبعا ده مأخر الناس انها تتقدم عشان يرفع اسمه طبعا من الإزالات والكلام. فسمعنا في قرار انه في احتمال يتلغي، فدي هتكون لها تيسير. تاني حاجة عندنا الأراضي الصحراوية موضوع التقنين ده الأيدي متكتفة فيه شوي الأول. بس أستاذ وحيد، حكاية أن المهندس الاستشاري يتلغي الكلام ده مش منطقي تماما، لكن أو تخفيض الساعة فيه بديل. لا لا لا، يبقى فيه بديل مهندسين الحي يجوا، ما هو هيكون تابع للمجلس هيكون تابع للمجلس بإذن الله. فضل. طبعا وتقنين الأراضي الصحراوية الزراعية الصحراوية عندني اللي هي بجبل أملاك الدولي في ناس كثير عايزة تتقدم، وده هتدخل فلوس كثيرة للدولة. فإحنا عايزين يعني مقارنة بالمراكز اللي جنبينا بالمحافظة السوهاج جنبين تخفيض السعر شوية، عشان السعر يعني أنا على ما سمعت إنه مرتفع، بس سعره تحديدا مش فاكر كم رقم. تمام. فياريت إحنا يعني تيسيرا ليهم، عندنا إحنا الظهير الصحراوي بالنسبة لل عايز تنمية، فبالتالي إحنا عايزين نشجع بالنسبة للوضع الزراعي عندنا في المحافظة زراعتهم يعني يستزرعوا ويشتغلوا فيه. بالنسبة عندنا في محافظة جنة زراعة قصب السكر طبعا تكسو الزراعة أكثر حاجة يعني طبعا. فالظهير الصحراوي ده بيحتل معانا القمح تمام، الطماطم، يعني في حاجات كثيره وموفر فرص عمل كثيره برضه. وفي ناس اشترت على حساب بطاقات شمسيه طبعا عشان غلو الغاز والكلام ديته. فاحنا يا ريت نيسر الكلام ده ونفتح برضه مجال للناس والشباب انه يشتغل في ده. كلام خط الجبل جميل. يعني بصراحه ايه راي حضرتك استاذ وحيد الجبالي في موضوع اللي بيحصل ان الصعيد اكثر فقرا والى اخره؟ يعني بص ايه الحكايه ديت؟ يعني انا شايف انها يعني زياده عن اللزوم. بص يا دكتور وجدي، بصراحه انا يعني محمل بالموضوع ده ان لازم الموضوع ديت نسيره النهارده في الحلقه. اهم مطلب من اهل الصعيد. اهل الصعيد بيزعلوا وبيستفزوا من الاعلانات اللي بعض القنوات وبعض الاحزاب، معلش اسمح لي، حاطين الصعيد الفقر. ايوه الفقر ده الصعيد بس. احنا مش هنقول ما فيش فقر في الصعيد، في شخصيات بس في كل حته في، وان كان في فقر في الصعيد فبرضه في عنده عفي لو حبيت تطلعه تصوره تعمل بيه اعلان مش هيرضى. تمام. وبرضه حابب نقول حاجه برضه، يعني في 2011 في الثوره الصعيد ديتي لو فقر ومحتاج زي ما مصورينه في القنوات كان نزل كسر محلات، كان سرق، مع انه الحمد لله ما فيش اي هواقة كسر محل ولا سرق ولا اي حاجه حصلت عندنا في الصعيد. صحيح، وكل مصر والعالم الحمد لله يشهد ويعرف ايه وضع الصعيد والصعيدة. طيب. فمعلش بلاش يعني متاجرة بالصعيد، وبس يعني مش هنقدر نقول اكتر من جديد يعني بصراحة. وانا بنضم صوتنا للأستاذ وحيد الجبالي مدير فرع الجريدة بكرة احلى بمحافظة انا، هو جاي محمل بهذه الرسالة. محافظة انا وصعيد مصر هو يعني في شيمة العفة
والرجولة، وبرغم انه ممكن يبقى محتاج بس ضره جدا الاعلانات اللي بتطلع بتصوره بالصورة ديت. لا السعيد احنا اكبر من كده، وانا فيها عظماء كبار وفيها فقر زي ما اي مكان فيه فقر في الدنيا، لكن ارجوكم انا بتكاتف مع اهالينا في محافظة انا والاستاذ وحيد الجبالي، ارجوكم خفوا شوية على الصعيد. ايه تاني الحاجات اللي انت جاي محمل بيها من محافظة انا؟ برضو معلش في نقطة يعني برضو حابب اسير يعني في موضوع التعليم برضو. في اختيار طبعا المعلمين المسابقة اللي شغالة الايام دي في اختبارات نفسية. طبعا الاختبارات النفسية دي سمعنا احنا عندنا في المحافظة انه هيجي يختبروا طبعا هنا في 6 اكتوبر تقريبا. فطبعا انت عارف حضرتك اغلبية الناس اللي ما تتقدم دولة يعني ما يكون طبعا اناث. طبعا المشوار ما يأثر عليهم، احنا كنا طالبين يعني من سيادة الوزير تمام لو اختار مثلا محافظة زي محافظة اسيوط تبقى محافظة محايدة يعني. طب وليه ما يبقاش في محافظة انا نفسيها يعني طالما الموضوع في محافظة انا؟ لما هو على فكرة برضه محافظة اسوان وعلى مستوى الجمهورية طبعا الاختبارات دي هتكون ناسها تتقدم هنا في القاهرة. لا فاحنا كنا عايزين يعني محافظة إن طبعا ان يجي في نفس المحافظة ده افضل يعني تسهيلا ويمكن علي. عندنا الدكاترة اللي كانت جاية تعمل تدريب في مصر من المنيا وحصلت حادثة الانقلاب ديت، اظن احنا لازم نتعلم منها. سيادة الوزير أرجوك يعني المسألة مش صعبة، اللجنة اللي هتختبرهم في القاهرة أو الجيزة هي نفس اللجنة اللي ممكن تنتقل بدل ما دول كلهم يجوا هم يروحوا في المحافظة نفسها. صحيح تمام يا فندم. ويا فندم موضوع برضو يعني حتة موضوع الأطباء في الصحة عنديني الوزارة شغالة على قدم وساق في بناء المستشفيات والتجهيز والدودي، بس بعد ما تجهز للمستشفى وديني وكل حاجة ما نبص في نقص الأطباء. ايوه يعني انا دلوقتي زي ما انت مثلا مع تقول ما ينفعش المدرس يشتغل مدرس خصوصي برا دروس أيوة. الخصوصيه ومع كفحي واحنا مش عاوزين يدرس في الفاصل برضو عايزين نستفاد من الطالب اللي بيشتغل اللي بيقعد 7 سنين عنديني والدوله بتدعمه في التعليم نستفادوا بيه في المستشفيات. صحيح مش يتخرج يشتغل في عياده خارجيه الا نستفادوا. احنا عايزين نبص للمواطن الفقير يعني بصراحه من طالب وزاره الصحه بتوفير عدد يعني كبير مناسب للمراكز مناسب الطبية. للمراكز ايوه المستشفيات العيادات اللي في القرى العيادات اللي في القرى طبعا دي الوحدات الصحيه أيوة. دي اغلبيتها مش بيكون فيها مثلا دكتور. وده كلام مظبوط. انا فاكر ان في احد المرات كنت في مناسبه في محافظه انا وكنت عاوز اقيس السكر في المركز الصحي فروحت ما لقيتش الا دكتور تحاليل هناك، ولما كلمت وكاله الوزاره هناك الدنيا اتشالت واتحطت وبسرعه جم وبسرعه الدكاتره جم بس بعد الساعه 2. عايزين نقول ده حال المواطنين في محافظه انا، في محافظه انا محتاجين اطباء يا وكيل وزاره الصحه في انا. دكتور رمضان الخطيب الدكتور رمضان ارجوك مراعاه وجود اطباء في المراكز الصحيه. اخر حاجه هتقولها في نهايه البرنامج النهارده يا استاذ وحيد اخر الجبالي. حاجه بنقدم برضه التحيه ثاني لرجال الشرطه العظماء على مستوى الجمهوريه وخاصه برضه في محافظه قنا عندنا الجهودهم المشكوره، وبشكر سيادتك يا دكتور على اتاحه الفرصه لي يعني في كل مره انه نطلع اهات الصعيد يعني والنقص اللي عندني. والصعيد مش بيحلم حاجات كثيره، صحه مي صرف صحي حاجات بسيطه مش بنحلم الحاجات اكبر. مش بيحلموا مطالب مشروعه يعني اكتر مطالبهم مشروعة. انت ما تشكرنيش لوجودك لانك انت من الناشطين الصحفيين الناشطة اللي معايا في الجريدة، وانا تملي بطلعك معايا عشان نشوف نبض الصعيد ونشوف المجهودات اللي انت بشكرك انا كمان عليها اللي بتعملها في محافظة انا. وبنأكد مرة تانية يا ريت سيادة المحافظ انا ان يعني يحاول يساعد المراسل صباح بكره احنا استاذ وحيد الجبالي في تغطيه اخباركم، لان هو يعني بيقول ان انتم شغالين شغل كبير قوي محتاجين المواطن يحس بالشغل ده. احنا مستبشرين خير في سياده المحافظ ده بصراحه مستبشرين خير في سياده المحافظ اشرف غريب الدوله يعني ان شاء الله ربنا يدي الصحه. كل سنه وانتم طيبين شعب مصر وشرطه مصر وجيش مصر. بنفكركم ان صباح بكره احلى السبت من كل اسبوع الثامنه صباحا. اعزائي المشاهدين حلقه جديده ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكره احلى.